قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. أعمال 2 وعدد 24. بتكلم بطرس بعد ما امتلأ بالروح القدس، فبيقول: ألا بيقول أخذتموه صلاة بشورة الله المحتومة وعلمه السابق بأيدي أثمة، صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقداً أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه. الكلام ده مفهوم عند اليهود. هقرأ معاكم بعض الشواهد نفهم يعني إيه أن اللي بيروح هناك ما بيرجعش. اللي بيروح هناك ما بيرجعش. لا يمكن استرجاع شخص ذهب إلى الهاوية، هذا المكان نهاية الشخص. لا يمكن أنه كان يمسك منه. يسوع راح للمكان ده. لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، هو عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلى لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هتقول الهاوية هي قبر. رجعت لليهود، هم بيقولوا إيه عنها؟ إنها ليست القبر، إنها الهاوية. وفي الوقت ده حصل حماية للناس اللي بتمشي مع هذا الإله في الهاوية، في ركن في الهاوية. الركن ده محمي خاص للناس اللي بتؤمن بهذا الإله. افتح معايا لوقا 16 بسرعة، لأني يوجد حاجات كتيرة جدا محتاج أشرحها. قصة الغني والعذر. فمات المسكين 22: فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد والعذر في حضنه. فنادى: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعذر يبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. الهاوية هي حفرة الشخص بيقعد يهوى فيها، هي سطح الجحيم. هتقولي ملهاش نهاية؟ ليس لها نهاية، نهايتها هي الجحيم. لكن لما رب قال وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، أي معناها أقصى أو أعمق شيء في الهاوية، المركز بتاع إبليس، أعمق روح شرير موجود هناك، أيا كانت الرتبة اللي موجودة لن تقوى على الكنيسة. معنى كده الكنيسة أعلى من ده كله. وأبواب الجحيم، إذن الجحيم له باب ومش بيولع. الهاوية هي زي كأنك حاطط إيدك فوق النار. يسوع نزل هناك ناقضا أوجاع الموت، نفس اللفظ أوجاع الموت لسه قاريينه في أعمال 2. هو اللي في اليوناني اللي جاي إنه الغني يتعذب، هنقراها دلوقتي، هي نفس اللفظ في اليونان. يسوع شاف دوا من أجلك ومن أجلي. إن كنت مش قادر تقبل الفكرة دي، هقولك أنت محتاج صلي بألسنة وقعد ادرس الكتاب، وارجع وادرس الحق الكتابي الخاص بدوا. لن يوجد من لا يقبل موت يسوع الجسدي أساسا، أنت قبلته عشان اتعلمته من طفولتك. فالأمر صادم للبعض، الله ويموت إزاي؟ فدي صادمة أنت بلعتها، وردك دايما بتقول من أجلي عمل كده مش لأنه ضعيف. نفس الفكرة، من أجلك عمل كده مش لأنه ضعيف. هتقولي بس دي أنت دخلت في حتة خطيرة. أنت لو فهمت الموت الجسدي أساسا، لا يمكن الموت الجسدي أن يخترق، أن يخترق إبليس، يخترق رب يسوع عبر جست أنه هو بيتحرك في يتحرك فيه، إنه هو جست سمح
بالموت الجسدي إن هو يدخل جسده، ده في حد ذاته مفعول الموت دخل على يسوع. إذا كان هيؤدي إلى موت جسدي، إذا كان هيؤدي إلى موت روحي، هو أساساً لا يستطيع الموت الجسدي أن يخترق إلا إذا سمح بالموت الروحي أن يخترق. لا يمكن الموت إن هو يدخل الجسم بتاع يسوع. في حد ذاته هو قانون الموت اللي دخل. قانون الموت اللي دخل على يسوع هو الكافي إن هو يتمم الموت بكل أنواعه. مش كده؟ بيكمل. فنادى قال له خليجي بالإصبعي، فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استعفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلية، ولأن هو يتعزى وأنت تتعذب. نفس لفظ ناقضا أوجاع الموت، ناقضا أوجاع الموت. رب لما اتقابل، افتح معايا بسرعة يوحنا 20، مريم المجدلية في عدد 17 قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. كان فين؟ هل كان عند أبوه؟ هل كان عند الله فوق؟ هل يسوع كان هناك نزل وقال لم أصعد بعد إلى أبي؟ لا، هو كان في الهاوية، ونفس الرجمن ونفس النظام بتاع رئيس الكهنة، نفس النظام اللي ممنوع يلمس شيء. رئيس الكهنة لو مراته ماتت وهو داخل دلوقتي يقدم ذبيحة ممنوع يلمسها، لا يمكن أن يمس شيء ميت، لا يمكن، مع أن شخص عزيز عليه مات ممنوع. ليه؟ لأن بدأ الموت يستشري في أجساد الناس، فبالتالي ما يرمز للموت لا يمكن أنه يختلط مع الشخص داخل يقدم عن الشعب خطية، ذبيحة خطية. فبالتالي رب يسوع هنا قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. هي جاية في الأصل كفي عن لمسي، لأني حسب متى 28 وفيما هم عدد 9 وفيما منطلقتان لتخبر التلاميذ إذ يسوع لقومه قال لها قال سلام لكم، فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له، فهي لمسته. فلها كفاية، ستوب، كفاية، لم أصعد بعد إلى أبي. فبالتالي رب يسوع صعد نزل بعد كده قال لهم المسوني، تعال يا توما المسني، خلاص خلصت العملية. إيه اللي عمله؟ عبرانيين 9 بيقول إنه راح قدم نفسه للآب. ركز في دي، يسوع لم يدفع الثمن لإبليس، إبليس كائن لا يدفع له الثمن، لكن دفع الثمن الرسمي بتاع الناموس لله، للعدالة السماوية. دي البطانة، هي دي الأرضية اللي على أساسها يمكنك أن تقول لإبليس امشي، يعني يمشي، لأنك فهمت إيه اللي تم معاه. ده سببه أن التلاميذ انتهرت الأرواح الشريرة بعد كده، لم يكن ده موجود قبل كده، لم يكن موجود. يمكنك أن تبعد إبليس عن حياتك وإنت هنا على الأرض. عكس تماماً ممكن يكون البعض معتقد أني إحنا هنا في مرمى البصر أو في مرمى السهام بتاعت إبليس. نعم يوجد سهام، لكن يمكنك أن تطفئها حسب كلمة الله. تعال نشوف لقطة عن الرب يسوع. ايه المكان ده؟ ايه الهاويه اللي نزل فيها يسوع؟ يسوع ما نزلش في المنطقه بتاعه حضن ابراهيم. يسوع جعل خطيه، نزل الى منطقه الخطاه عشان الخطاه، عشان الناس، عشان الخطيه يدفع ثمنها. فبالتالي كان بيتفرج عليه الناس الناحيه الثانيه. لوقا 16، ارجع معايا تاني لوقا 16 بسرعه. عدد 26، فوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت. معنى الكلام ده إيه؟ يوجد حاجة جعلت فاصل حتى لا يقترب دواء إلى دواء، ممنوع الاقتراب.
ممنوع الاقتراب. عدد 22، فمات المسكين الفقير يعني، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. الأرواح الشريرة بتبقى في الوقت ده بتتجمع على الشخص اللي أنت بتقدر تشوفها في حالات ناس عند موتها بتصرخ، يقول لك أنا شفت حاجات سودة. ليست مقياس، هناك من يبتسم قبل موته ويكون راح الجحيم، مش شرط، لكن ده بيفسر لك ليه في ناس بتموت بسلام، في ناس بتموت بعنف. الأرواح الشريرة بتبقى مستنية. عاش حياته لملك الإبليس. قد يكون في يوم من الأيام مشي مع يسوع ورفض يسوع في الآخر، فيصير ملك له. في خناقة حصلت على موسى يهوذا. رسالة يهوذا بتوضح إن الأرواح الشريرة بتيجي تحاول تاخد الروح بتاعت الشخص، لكن توجد ملائكة مخصصة لمنع ده، وعليها مسؤولة إنها تحضر الروح بتاعته إلى المكان اللي هي واخدة أوامر عليه. فبالتالي هي بتتبع الأوامر، لا يمكن الاقتراب. على حساب إيه؟ على حساب الدم اللي موجود في الذبائح. كان بالحري دلوقتي دم يسوع، الآن إبليس ما يقدرش يقترب، اتكسر الأمر معاه. فمات المسكين وحملته ملائكة لحضن إبراهيم. حضن إبراهيم زي ما قلت مش حضن، أي معناها غرفة الاجتماعات أو المكان حيث يجتمع الناس، وناس كانت قاعدة بستايل معين، كل واحد مسنود على الترابيزة كده، فهو في آخر الترابيزة بيشوف كأنه كل واحد حاضن التاني، وأنت تقدر تشوف كلهم محضونين من إبراهيم بنفس الفكرة دي. فعدد 26، فوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. اتحطوا في حماية. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب. قال إبراهيم عندهم موسى والأنبياء، كلمة الله أقوى من ميت يقوم ويتكلم. الآيات والعجائب مش هتسد معنا، ستفاكد آيات والعجائب هي اللي تخلي الشخص يقتنع. قال لهم لو قاملوا ميت وحكى عن اللي شافه مش هيقتنعوا، طالما موسى والأنبياء أي الكلمة اللي موجودة عندهم ليسمعوا منهم. فقال له يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من أمواتي يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون لكلمة الله الموجودة، ولا إن قام واحد من أمواتي يصدقون، يصدقون. ما أدى إن هذا الشخص راح الجحيم أو راح الهاوية للدقة؟ أنه لم يكن مصدق، وليس لأنه كان غني. قال له استوفيت خيراتك، انت اساسا عشت حياتك بالاجنده بتاعتك، لم تعيش مصدقا في مبادئ هذا الاله، مع انك ابن لابراهيم. حسب المراجع هذا الشخص من ضمن اقارب يسوع. لو تلاحظ رب ذكر اسم الفقير، ما ذكرش اسم الغني، لانه هذا الشخص معروف حسب المراجع. ده من أحد أقارب رب يسوع الغني. فبالتالي يوجد هوة عظيمة. المكان اللي بيحصل فيه إيه؟ خلي بالك، فبص فوق. إذن مكان حضن إبراهيم فوق، مكان الهاوية تحت من ناحية روحية. فبدأ بيبص عليه فبقوله خليه، ابعتهولي بالإصبعي. ده بيتعذب، ده بيتعذى. إذن لا يوجد تورشرينج أو تعذيب في المنطقة اللي فيها حضن إبراهيم، وكأنها كابسولايزد فيها، زي كأنها محطوطة في كابسولة لحماية من يذهب إلى هناك. تعال نشوف بسرعة آيات سريعة عن الهاوية، المكان اللي خطاه يسوع من أجلك ومن أجلي، عشان تعرف كم هو عزيز ما حدث وقوي. افتح معايا أيوب 7، من الناس القدامى اللي اتكلموا عن الهاوية. إبراهيم وأيوب كانوا عايشين في نفس الزمن مع بعض، في نفس الكرة الأرضية، في نفس الزمن مع بعض، ولهم صلة قرابة. ففي الوقت ده أيوب
كان مستنير في الحتة دي بقوة الروح القدس، وإبراهيم. إذن مش بس موسى اللي اتكلم عن الموضوع ده. في أيوب 7:9 السحاب يضمحل ويزول، هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يمكن عودته ثانية. نزول الشخص إلى الهاوية لا يمكن رجوعه. يسوع رجع. هذا المكان لم يمسك يسوع، لا يمكن أن يمسكه، مع أن يسوع صار خطية ونزل في المكان ده من أجلك ومن أجلها. تقول لي معنى كده يسوع خلاص كده ضاع؟ لا، معنى كده أن في إلهين أو في أقنومين وأقنوم؟ لا، يسوع هو الخارج من كلمة الخارج. فبالتالي الله لم ينقص. إن كنت عايز تستوعبها بذهنك البشري، خليني أقربها لك بصورة مبسطة. إن كنت سامع صوتي في آخر القاعة، هذا نفس الصوت هو أنا، أنا ما نقصتش لما أنا كلمتك هناك. لكن إن كان الإنسان عارف يوصل نفسه عبر الفضائيات إلى هو نفسه في أماكن كثيرة، نفس الفكرة. هذا يعني هذا الفكر عشان تفهم موضوع الأقانيم. لكن هل كان يسوع؟ فأنا هو يسوع شخصيا نزل تحت. بعد كده بيتكلم في الشاهد الثاني، أنا بحاول أجيب بعض الشواهد السريعة. في سفر العدد وعدد أصح 16 وعدد 30، القصة بتاعت بني قرح قعدوا يتذمروا ويقولوا مش بس موسى اللي ينفع يقود الشعب، اشمعنا موسى اللي يقود الشعب؟ ما احنا نعرف نقود الشعب برضو، أو نعرف نسمع من الرب. فبدأوا يتذمروا على قيادة رب أو اختيار رب لموسى. راح موسى رد عليهم على 28، على 26. فقال للجماعة اعتذروا عن خيام هؤلاء الشعب، يعني القوم البغاة أو الأشرار، ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودثان وأبيرام، وخرج دثان وأبيرام ووقف في باب خيمتهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابته مصيبة، كل إنسان مصيبة كل إنسان، فليس الرب قد أرسلني. لو ماتوا موت عادية، ولكن إن ابتدع إن الرب ألف طريقة وفتح الأرض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية. مش لازم الشخص يموت علشان يروح الهاوية، ممكن يروح بجسمه. طيب هنشوف عبرانيين 9، وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. الآية كده كسرت صح؟ وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. لما تيجي تدرسها وتشوفها تكتشف الرب يسوع بيقول لا يستطيع، لا يحتاج أن يدخل مرارا رئيس الكهنة، مرارا إلى خيمة الاجتماع. رئيس الكهنة بيحتاج يدخل مرارا كل السنة يدخل، أما يسوع دخل مرة واحدة فصنع فداء. هنا بيتكلم عن مش محتاجين الإنسان أساسا، بيتكلم عنه كحكم موت وليس فقط الموت الجسدي، بيتكلم عن الموت الروحي الذي يؤدي إلى الموت الجسدي. فبيقول وضع لسان يموت مرة، أي معنى؟ لأن لو الإنسان بيموت كذا مرة كان يسوع هيموت كذا مرة، فبيقول هو محتاج بس يموت مرة واحدة. هنا مش بيتكلم إني إجباري الإنسان يموت مرة علشان بعد ذلك الدينونة، مفهومة؟ هو بيتكلم عن إذا كان الإنسان بيموت مرة روحياً تؤدي إلى جسدياً، يسوع مات مرة. لكن رئيس الكهنة كان بيضع مقارنة، رئيس الكهنة كان بيدخل مراراً، ويتكلم عن عدد المرات مقارنة برئيس الكهنة وليس إجبار الإنسان يموت. لأن من هنا بدأت الناس تقول إزاي في ناس ممكن تختطف، ما فيش حاجة اسمها كده. رح رد عليهم بولس، بولس بدأ يدي تعليم رداً على حاجات ليس كلنا هنموت. بدأ يشرح أن الاختطاف هيحصل، في ناس هتختطف أحياء، هكذا في ناس نزلت أحياء إلى الهاوية.
فبالتالي الهاوية، فده اللي حصل ساعتها، أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب، كرامة موسى لم تكن موجودة في اللحظة دي. الموضوع مش خاص بموسى، الخاص بمن يستقل برجال الله، يستقل بالرعاة والخدام، حتى لو مختلف معهم في التعليم ما تستقلش بيهم ولا تتعامل معهم بخفة، لأنك في اللحظة دي أنت بتزدري بالرب مش بيهم. إن كان فيهم ماشي شخص ماشي بصورة غلط، أنت مالكش أن تحكم عليه. تعال نشوف شاهد تاني. مزمور 6 وعدد 5. لأنه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية من يحمدك؟ المكان ده ليس هناك في حمد، المكان ده مظلم جدا. مزمور 30 اسف مزمور 18 وعدد 5. حبال الهوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. يوجد حبال في الهاوية، لها فم، لها ذراع. الكتاب يتكلم عنها إنها بتسحب الشخص. جه داود في مزمور 30 بيقول: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. معنى كده ما حدث معي كان عبارة عن قوة شريرة مرسلة من الهاوية حاولت تسحبني. إنقاذك لي في الموقف ده وفي الأرض، أنت أنقذتني من الهاوية. الهاوية مش بس مكان بيترح، الهاوية هو عبارة عن حاجة بتؤثر على الأرض. افتح معايا رؤية 9 وعدد 2. ففتح بئر الهاوية فصعد دخان البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر. الناس ما شافتش غير ظلمة في الأرض، لكن في الحقيقة هي خارجة من الهاوية، مرسلة من بئر الهاوية. الهاوية مكان يوجد فيه حبال، الهاوية فيها دود، ليس فقط الجحيم في دود. هذا عبر بي يسوع كله. إن كنت متحمس ليسوع، متضايق ان يسوع عدى في دوا، مستشعر بانه عيب ان يسوع يحصل له كده، فبدل ما تحول هذا الامر الى كده اشكره لانه عمل ده من اجلك. في اشعياء 14 بيتكلم عن ابليس. ايه اللي عرفنا انه بيتكلم عن ابليس؟ اكتر من سبب. بيتكلم عنه انه هو كان موجود في جنه عدن، هو وحزقيال 28، وكان كمان موجود في قيادة التسبيح. الكلام ده غير متوفر في إنسان. هو بيتكلم معاه دلوقتي بعد مرور جنة عدن بآلاف السنين، وبيتكلم بيقول له كنت موجود في جنة عدن. إذا بيتكلم عن إبليس، تعال نشوف اللقطة دي هيحصل فيها إيه. هذه اللقطة لأي حد بينزل الهاوية، لكن شخصيا إبليس أول ما هيقيد وينزل الهاوية هيقيد 1000 سنة، وبعد كده يرجع ينطلق تاني. بعد كده هيطرح في الجحيم. الهاوية غير الجحيم. هنا بتكلم في عدد 6. الضرب الشعوب بسخط، ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم باضطهاد بلا إمساك. استراحت اطمأنت كل الأرض، هتفوا ترنما. حتى الثرو والشجر كان متضايق من الأيدي الشيطانية اللي في الأرض. حتى الثرو يفرح عليك وأرز لبنان، قال منذ اضطجعت لم يصعد علينا قطع، ما فيش حد أدى إلى قطع الشجر من الوقت ده. لهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك. بتكلم عن إبليس، منهضة لك الأخيلة، الأرواح قامت، قوم 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 قوم، ده نازل، ده نازل هنا. احنا كنا فاكرين ان هو هينقذنا، كنا فاكرينه
هيطلعنا. مهتزل استقبال قدومك. ونهض لك الأرواح. جميع عظماء الأرض بما فيهم من ناس كانت عظماء في الأرض. أقامت كل ملوك الأمم عن كرسيهم. كلهم يجيبون يقولون لك أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا زينا وصرت زينا؟ احنا كنا فاكرين قوي. اهبط الى الهاويه فخرك، رنت اعوادك اللي كنت بتعزف بيها، ليست الموسيقى اللي بتسمعها موسيقى عاديه، كل موسيقى بتوصل حاجه. ان كنت بتستمع الى موسيقى عالميه انت تتفاعل مع عالم الروح، لان من احد وسائله. واللي بيعتبر الموسيقى انتهت في العهد الجديد بسبب افسس ما بيتكلم ممتلئين بالروح عبر مترنمين مرتلين بقلوبكم او في قلوبكم. لا تنسى اني الموسيقى موجوده قبل السقوط وقبل الكنيسه، فهذا ليس فكر عهد قديم الغي على العهد الجديد، لكن هنا بيتكلم انه اساسا من ادوات، في ادوات موسيقيه في السماء. هو كان من هو قائد التسبيح كان. اهبط الى الهاويه فخرك، رنت اعوادك، تحتك تفرش الرمه والدود مغطيك. الدود مغطيك، معنى كده اللي بيدخل المكان ده ومغطى بالدود لتعذيبه. دود لا يموت. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم، يا مضعف الامم؟ ما يضعف اقتصاد امم وراء ارواح شريره. وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات. انت رجع تاني لورا، قال انت اللي قلت في قلبك اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله او نجوم الله، واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثلي مثل علي. لكنك ان حضرت الى الهاويه الى اسافل الجبل، الذين يرونك يتطلعون اليك يتاملون فيك. هذا هو الرجل الذي زلزل الارض وزعزع ممالك؟ هو ده اللي لدغ الناس بالموت؟ يسوع هزم ده. الكنيسه الوحيده هي لا تستطيع ان تسير في الانتصار بتاعه يسوع على هذا الكائن من دلوقتي، مش لسه لما يحصل ربطه 1000 سنة، مش لسه هيحصل. بالنسبه لنا احنا ما صنع يسوع كافي جدا ان نحيا في الانتصار ده. نثق انك تباركت بسماعك للكلمه. للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contact us@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.